يتابع جيربي ديرسون إنتاج مسلسل اللجنة الدستورية الفاشل الذي ورثه عن سلفه ستيفان ديمستورا المبعوث الأممي السابق إلى سوريا. وتجسد هذا الفشل الجولة الخامسة من أعمال اللجنة الدستورية التي لم تحدث تطوراً حقيقياً في المضامين الدستورية. وفي تعبير واضح عن فشل هذه الجولة قال بيدرسون إنه أبلغ أعضاء اللجنة الدستورية بأن هذه الجولة كانت مخيبة للآمال، لافتاً إلى أن وفد النظام رفض المقترحات التي قدمتها اللجنة، ومعلناً أنه ما زال لم يحدد موعداً للجولة المقبلة من اجتماعات اللجنة. وكان من المقرر أن تناقش الجولة الخامسة المبادئ الأساسية في الدستور، ويتم خلالها رسم الملامح الأساسية للدولة السورية كالرؤية العامة لشكل النظام السياسي وكيفية الفصل المتوازن بين السلطات وتحقيق استقلالية القضاء وسيادة القانون وضمان الحقوق والحريات. وفد النظام هذه المرة سحب النقاشات لمكان بعيد، معترفا أن سيادة الدولة منقوصة من خلال وجود احتلالات متعددة، وتذرع بأن وضع سوريا الحالي لا يسمح بصياغة دستور جديد إلا بإنهاء حالة الاحتلال، وكأن النظام ليس هو من استجلب هذه الاحتلالات لضمان بقائه في السلطة. حلفاء النظام حاولوا استغلال حضورهم في جنيف بالتزامن مع أعمال الجولة الخامسة للجنة الدستورية، ولا سيما الجانب الروسي الذي استغل هذه الجلسة للترويج لمسار أستانا، مدعيا أنه الطريق المناسبة لحل الخلافات بين أطراف اللجنة الدستورية. أطراف في المعارضة السورية ترى أن جولات اللجنة الدستورية إضاعة للوقت، إذ لا يمكن لطرف النظام أن يقدم أي تنازلات من شأنها تحقيق جزء يسير من العدالة للسوريين، كما أن الإرادة الدولية في إيجاد حل جذري للأزمة السورية ما زالت غائبة.